تم تأسيس شركة إسمنت عمان في عام 1978 في ظل مسيرة النهضة المباركة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. اليوم تحظى شركة إسمنت عمان بشرف عظيم كونها جزءاً من أنشطة تطوير البنية الأساسية لسلطنة عمان. شركة إسمنت عمان اسم مرادف للجودة والاعتمادية والقوة. إنها الشركة الصناعية الوحيدة في عمان التي فازت 10 مرات بكأس جلالة السلطان لأفضل 5 مصانع وكأس الإجادة الصناعية لعام 2017. تلبي شركة إسمنت عمان احتياجات السوق المحلي وتقوم بنجاح بتصدير منتجات الإسمنت الخاصة بآبار النفط والإسمنت الخاص بالبناء إلى دول أخرى.